عبر مواطنو محافظة النجف عن ترحيبهم بدعوة أمر لواء أنصار المرجعية حميد الياسري القاضية بالتظاهر في محافظة المثنى، مؤكدين في ذات الوقت استعدادهم للخروج في محافظتهم لدعم وتأييد الدعوة الخاصة باجتثاث الفساد والفاسدين من المحافظة. طبعا حالات الفساد اللي يعيشها البلد يعني منذ الحكومات المتعاقبة على العراق منذ عام 2003 ولغاية الآن هي حكومات فساد، بالتالي نجد الكثير من حالات الفساد والاشتباه والفساد الإداري والمالي، ويعني تأخر البلد بشكل كبير جدا بسبب هذه الحالات. اليوم المواطنين يخرجون بشكل كبير جدا وبوقفات احتجاجية ومسيرات وتظاهرات استنكارا لهذه الأعمال اللي يعني أدت إلى تخريب هذا البلد، وما نشاهده اليوم وما يجري في محافظة المثنى أو في باقي المحافظات هو ما سبب بضعف كبير بأداء الحكومات المتعاقبة والحكومات المحلية والمركزية. واليوم تجد الناس تطلع وتظاهر وتقف بوقفات احتجاجية من أجل المطالبة بحقوق. أولا نؤيد دعوة السيد حميد الياسري قائد لواء المرجعية الدينية بالمحاولة إنهاء شبهات الفساد في محافظة السماوة، وطالب رئيس الوزراء بالتدخل الفوري لإنهاء هذه المسألة، وليس في محافظة السماوة بل في جميع محافظات العراق من 2003 لحد الآن، أنه شبهات الفساد يعني الموجودة بالتعيينات بالاستثمارات بغيره بكل المحافظات، أنه اعتمدت على المحاصصة الحزبية بين الكتل السياسية، ولحد هذا اليوم يعني هاي الانتخابات الأخيرة فرزت أنه بعض من أعضاء مجلس النواب المستقلين يعني قدموا شيء أنه ما يمت، أنه خلينا نقول 10% من يعني من حاجات المواطن الأساسية، أنه بقت هذه الأحزاب مسيطرة على الوضع وعلى المحاصصة، تقسيم المناصب بالاستثمارات بغيره بكل الشغلات اللي متعلقة ببقية المحافظات.